فرصتنا الوحيدة للبشرية أن تعيش في سلام، وأن الرقي يمس المستضعفين حاليا في كل العالم، وأن يكون تكامل حقيقي اقتصادي وثقافي بين كل الشعوب في المعمورة. ما فيش حرب رابحة، كل الحروب خاسرة، كل الحروب تؤدي إلى خراب. أتمنى للبشرية كلها السلام والأمان والرفاه، وأغتنم هذه الفرصة مرة أخرى لأشكر فخامة الرئيس بوتين اللي هو معتدل جدا في تدخلاته، الذي سمح لبلدي أن يكون يعني يقوم بوساطة في حالة إذا أمكن المشكل المطروح مع أوكرانيا. وأنا أستخلص من كلام فخامة الرئيس بوتين أنه صديق للعالم كله، مثل الجزائر، فإحنا نحب العالم كله إلا من يعادينا. وشكراً.